يا حياكم الله مشاهدينا من جديد، وبرنامجنا المسابقات والوناسة والجد والضحك واللعب في عطن اللينك. حياكم الله من تقديم عبد الله طليحي وحسن الاغاني. مساء الخير. مساء الخير عبد الله، ومساكم الله بالخير عبر شاشة تلفزيون الاي تي في. وكل يوم نلتقي بالحب والمودة ونستمتع ونضحك وانت غشمر في الاي تي في على برنامج عطني اللينك. وان شاء الله تكون اليوم حلقه مليئه بالمسابقات والجوائز القيمه. انا حصه وايد مستانس مشاهدينا، لان امس طبعا بعض الناس دشوا الفايزين معنا ببرنامج دازيلي بالدايركت في الانستغرام، انهم خذوا جوائزهم. عليكم بالف عافيه، تستاهلون. هذا عشان مصداقيه البرنامج. يمكن انا قلت لكم بعد رمضان، لا الشباب هنا فريق تنسيق ومتابعه ما شاء الله اول باول قاعد يحاولون ان يعطونكم الكم. انا عبد الله يدشون علي يقولون دقينا وما حد رد علينا، ونبي احد يرد علينا بليز بليز. نقول لكم نطروا علينا، لانه ما شاء الله تبارك الرحمن عدد الاتصالات وايد وايد وايد. فنقول لكم نطروا علينا ان شاء الله، اللي ما يحالف الحظ هالاسبوع ان شاء الله الاسابيع الجايه باذن الله تعالى. ودائما اذكركم انا حصه بعد يا جماعه، اللي حالف الحظ وفاز معنا بالبرنامج لا يرجع يشارك مره ثانيه، يعطي مجال حق غير. طبعا هذا ارقام هواتفنا موجوده اسفل الشاشه عندكم يا شباب. وطبعا في بدايه كل برنامج احنا لازم نشكر رعاه البرنامج، وطبعا باللي تبلش بهذا الموضوع حصه اللغه. بس طبعا بس يدزون اسمهم ورقمكم واحنا نتواصل معاكم. وايد سهل الموضوع، والمشاركه ان شاء الله راح تكون قريبه باذن الله. حصه الاغاني الرعاه، رعاه البرنامج، رعاه البرنامج مطبخي مجموعه الفارسي السلام السور وأولى، والمستشفى الدولي من أرقى المستشفيات عيادة الميدان لطب الأسنان. سلام. محمد عبد الرضا كاكولي من كشخته الناس حبته. مطعم أوه سبعينات طقة بالخمس. سانجارد سانجارد حماية طبعا حماية. إيه عندك حضانة كيدز أكاديمي جروب ممتازة، مكانها برميثية ومديرتهم أسد تبارك انت الله. أسد. بنتك بنتي ولدي هناك. أوكي. بس تقول مدرسة سامية كل الطلبة هالشكل. أي ما شاء الله كل يخاف منها. لابوتي كلينيك، ماي تاتش طبعا صالون ماي تاتش، باريس مود بيوتي سنتر اي احد عنده خلطات طبيعيه حق الشعر، يو ار اوف رود، عطورات بوتيك، ديرما جلو اي احد يعاني من مشاكل بالبشره انصحكم وبقوه، شركه سنت ميكر للعطور، شركه نعمه للطيب والعود، المتحده الطبيه سابلي. وطحنا له قبل لا يبلش البرنامج. لازم نشوف مبطل هذا كاول. احنا ما كنا يا جماعه طقينا بيتزا عليها طق عنده. وابتسامه كلينك، وفلان للملابس، الله اطياب المرشود، وكازو اند مور، ولومير لعلاجات الشعر، وعطورات ميلر، ومجوهرات رواع الشيخه، وعسل 3 بيز، وزغيب اند كول للمجوهرات، وعدسات اماره. شكرا لكم لكل رعاتنا مشاركين معنا ببرنامج. مستمرين معاكم بقوه مع العطاء والجوائز في هذه الدوامه بعطني اللينك. خليكم معنا كملها بعد الفاصل. الله بسرعه روح بسرعه نرجع. حياكم الله. ناخذ الاتصال الاول في فقرتنا كملها ونقول الو. الو حياك الله. الله يحييك. ام خالد. هذا خالد كنا. خالد ولا ام خالد؟ ما اسمع الصوت عدل. ام خالد. هلا خيتي، هلا يمه، يعطيك العافيه. ان شاء الله صحه. هلا يمه شو اخبارك؟ طول اعماركم، كل عام وانتم بخير حبيبتي. كل عام وانت بخير وصحه وسلامه. مبارك عليك ما تبقى من الشهر يا الغاليه. يا قلبي علينا وعليكم ان شاء الله. ام خالد يا الغاليه، ثلاث اسئله الله يرضى عليك تجاوبي عليهم وانا بساعدك ان شاء الله وفالك الفوز. مستعده يا بطله؟ ساعدني يمه. ساعدك. السؤال الاول، عمله تايلاند شنو؟ تايلاند كابايان مو كابايان شو يقولون؟ كابكم كاب ولا شنو هذا؟ شنو عملتهم؟ كابكم كاب ما ادري شنو يقولون لكم. بس احنا بعملتهم نبي فلوسهم. شنو فلوسهم؟ بات. عفي عليك. يا سلام عليك البات. وهذا طبعا السؤال الاول، اكبر عظمه في جسم الانسان. لا حجي ها طلع بالشاشه. اي اكبر لا ما بسهل عليها السؤال. ايه؟ اكبر عظمه في جسم الانسان وينها؟ حاطينها مساعة عظمه الفخذ. يما يا سلام عليك، برافو اجابه صحيحه وهي الاكبر طبعا. ذو الفقار من اسماء شوفيني انا حصة. اسماء ذو الفقار من اسماء شنو؟ السيف. يا سلام عليك، الف مبروك الف مبروك يا ام خالد. الله يبارك. وهذه فاتحه الخير في اول البرنامج. ذو الفقار عطاك كابون من المستشفى الدولي، وعطاك ايضا كابون من اطياب المرشود بقيمه 50 دينار، احلى عطور عندهم. واولى محطه بنزين معطينك ان شاء الله كرت تستاهل تعبيه في بنزين، وايضا الميدان تبييض الاسنان وتنظيف. وعليك بالعافيه. واعطيني اللينك.
جزاك الله خير. اعطيني شنو في رقم ولا شيء؟ في رقم خلينا نقششها يا جماعه، اعطونا رقم. يلا ديروا اليوم علينا. اليوم اربع ارقام. اوف صعد اربع ارقام يقول لك. يعني 1000 1000 وانت طالع. الله يعين شوف خالد بس انطقت وياك تمام. رقم رقم يمان واحد. في رقم نساعدها يا جماعه، اعطونا رقم زين من هالاربع ارقام. يلا امك عبد الله. والله ودي يا ام خالد، والله ودي خالد. يلا. اي رقم. اعطونا رقم شباب خلينا نساعدها. يلا رقم واحد بس. ايه قول واتوب الي. يلا يلا قول كاهي ام خالد يلا على الخط. خمسة. يلا روح ام خالد في خمسة بالاربع ارقام في خمسة. 1250. غلط. شكرا لك يا ام خالد وعلى اتصالك والف مبروك الجوائز اللي حصلت عليها من البرنامج تستاهلين. يلا ومعنا اتصال من محمد. محمد شلونك؟ شخبارك؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد شخبارك؟ بخير الله يسلمك. شو مسوي؟ مبارك عليك ما تبقى من الشهر وكل عام وانت بخير وتقبل الله طاعتك. علينا وعليك شخبارك. جاهز؟ اي جاهز. يلا اغنيه امرندل ولا عينيك. الله للفنان اللي غنى امرين ماسك عيال اثنينهم. امرندل ولا عينيك. محمد ماذا؟ منو؟ لا. قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك. عمرو دياب. عافية عليك. يا سلام. زين مرادف كلمة ماكر، يعني ماكر أنت تعرف شنو معناتها؟ شيء يشابهها. شنو مرادف كلمة ماكر؟ ذكي. ماكر يعني الثعلب الماكر. الثعلب ماكر من صفاته. ماكر شنو بعد غير صفة ماكر؟ مخادع. عافية عليك. عدد محيطات العالم كم محيط؟ عدد محيطات العالم خمسة. عافية عليك. يا سلام. فزت معنا. يا سلام الهندي. ألف مبروك. عددهم خمسة. الهادي الهندي الأطلسي المتجمد الجنوبي المتجمد الشمالي. ألف مبروك تستاهل. وطبعا محيطات العالم عطوك كابون مستشفى الدولي وأيضا أولى للغسيل وسور البنزين وأيضا لومير لعلاجات الشعر. ألف مبروك تستاهل. وعطني اللينك. 1500. غلط. شكرا لك وعلى اتصالك والف مبروك الجوائز اللي حصلت عليها من البرنامج. يلا يا بطل. مها شلونك؟ مبارك على الشهر. الو علينا عليك تبارك ان شاء الله. شو اخبارك؟ شلونك اختي حصه؟ هلا والله هلا فيك. شلونك انت؟ هلا فيك. شو اخبارك يا عمري؟ الحمد لله بخير. يا متابعتنا؟ الصراحه منورين بالبرنامج. الله يسلمك. قاعد تشوفينا ها مها؟ اي والله قاعد اشوفكم. ممتاز يا مها. ممتاز. مها حاضره شيء حق القريعه؟ ان شاء الله. شلون؟ ابي اسئله سهله ان شاء الله. حاضر معيوني. بس انت قولي شنو التحضيرات حق القرقيعان ان شاء الله؟ شنو تحضيراتك حق القرقيعان؟ والله كل خير ان شاء الله. شريتي الدراعه؟ اي نعم هو شيء طبعا. يا سلام. اخلي من الدراعات اللي تشتري بحصه نفسه شيء مرتب. عليش بالعافيه. يلا يا بطل ان شاء الله عاد نفوز باللينك. بس اللينك يعني ما تقدر. ان شاء الله طالك اللينك يا رب. واللينك ترى رقم خمسه تو قال لنا محمد عز. رقم خمسه صح محمد عز. يلا يعني من كم رقم يتكون واللي يسلمك؟ اربع ارقام. انت لا تسين بازين على طول على اللينك نطرح اخذ الاسئله بالاول يمكن وقت تفوزين. اوكي مو مشكله. يلا خليك معي. يلا السؤال الاول يقول لك سنام الجمل هو عباره عن سنام الجمل شنو داخله؟ سنام الجمل مو هو يقول لك سفينه الصحراء. يا سلام عليك. خزان الماء نفس السياره مو خزان الوقيت او خزان الماء. اسم دوله الكويت قديما. الكويت. يا سلام عليك إجابة صحيحة. السؤال الثالث والأخير الليرة هي عبارة عن الليرة. الليرة عبارة عن عملة كويتية. العملة لا. أو عملة أو عملة أو درهم أو الليرة ذهب. يا سلام عليك إذا قلت ذهب صح. الليرة. الذهب أو العملة. العملة. ألف 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 مبروك. طبعا فزتي معانا بكوبون من المستشفى الدولي وكوبون من مطعم السبعينات حق العيد يبو خوش مكابيس. اي والله. وسابلي ولابوتي علاجات بقيمه 50 دينار وعليك بالعافيه. واعطيني اللينك. قبل تعطينا اللينك طلبي كم؟ قبل تعطينا اللينك 1000 كم قالت؟ 1000 وكم؟ لا بعدني ما كملت. تفضل اخوي. اقول لك شو اسمه مطعم السبعينات طلبي منه مطبق زبيدي.
قبل ما تعطينا اللينك وعزمكم فيه. يلا ان شاء الله. يلا اعطينا اللينك في خمسه. 1950 ان شاء الله. 1950 غلط للاسف. شكرا لك، شكرا لك على محاولتك معنا، والف مبروك الجوائز اللي حصلت عليها من البرنامج. شكرا لك. المفروض الناس يحفظون الرقم الغلط عشان لما يدقون ما حد يحط الرقم اللي انقال. سمعتوا حصه شنو قالت؟ يا جماعه الخير الرقم حاولوا اللي قاعد يتابعنا يحفظ الارقام او يسجلهم يمه، لان الارقام قاعد تكررونها، اغلب الناس قاعد تكرر نفس الارقام، فعشان ترتاحوا من هذا الموضوع تابعوا الشاشه. يعني خلاص قولوا هالرقم ما راح نقوله علشان تكون عندنا فرصه اكبر. ان شاء الله خلود تفوز. خلود شلونك؟ هلا والله بخير. بارك على الشهر يا بطلة. علينا وعليك تبارك. خلود أسئلة ثلاثة بكملها، دوسي بنزين جاوبين عليها إن شاء الله. إن شاء الله. يلا يا بطلة، يلا يا بطلة. والسؤال الأول، الفحيح هو صوت يفح فح. ها شنو؟ الفحيح هو صوت شنو؟ الفحيح يزحف يخرع. الفحيح إيه الفحيح. لما نقول صوت الفحيح هو صوت بالهند شي يزحف، شي يزحف. بالهند متروسه ترس. عاد انت نايمه طامره يمك. ايه وين؟ تحب بيهج. من الزواحف. تخوف. شي طلع لسانها. والله يا فلانه هذه مدري شنو رقطه. مثل الحيه. يا سلام عليك. الثعبان، اوكي. مركب، السؤال الثاني، مركب كيميائي H2O يرمز الى. سهله. سهل. H2O ثاني اكسجين؟ لا لا، مركب مركب مركب. طيب حصل ايش تسوي؟ مركب ما نعيش بدونه. مركب كل يوم H2O صبحين تمسين فيه وحتى الفيمتو تخلطينه معاه. مركب كيميائي الماي H2O. لا تجلطيني يعني. ركزي معاي. السؤال الثالث يقول، شوف هذه راح تجاوب عليها، هذه جوج. يقول لك المثل، ضرب الحبيب زي اكل شنو؟ ضرب الحبيب زي اكل شنو؟ زي اكل زبيب. الزبيب عافيه عليك. جوها مبين. جوك مبين واضحه مبين. هذا السؤال جاوبتيه وبجداره صراحه. يلا يقول لك اكل الزبيب عطاتك ابوم مستشفى الدولي تستاهلين، وايضا قسيمه شرائيه بقيمه 60 دينار من سنجارد. يا سلام، هذا حق الحبيب اذا يعني ريلك الله يحفظها ان شاء الله. اذا انت متزوجه قولي ابغى يروح سنجارد. سنجارد مركز تلميع متكامل، يحط حمايه حق سيارته ويحط بوليش ويسوي هذا الحمايه الاماميه ويضبط كل اموره. قيمه شرائيه او قسيمه شرائيه بقيمه 60 دينار، وايضا الميدان تبيض هذا حقك انت، عليك بالف عافيه. وايضا باريس مود بيوتي سنتر جلسات خلطه طبيعيه ايضا لك، تستاهلين عليك بالف عافيه. ودوسي بنزين عطينا. انا عرفت ان هذا جوهر. منو؟ ما هي على قد صراحه جاوب. انا اعرف الشعب الكويتي تخصصي. يلا قولي. يلا اعطينا لينك يا بطلة. اربع ارقام بينهم خمسة. 1500. ما توه قايلين يا بنت الحلال، ما توه قايلين. تكفون تعيدوا الارقام نفسها. اعطوها فرصة ثانية. تكفون فرصة ثانية. شكرا لك وعلى اتصالك، والف مبروك الجوائز اللي حصلت عليها من البرنامج. والله يا اخوان قلنا نحصل 50 مرة في كل حلقة. اي اذا قال الرقم شطبوه خلاص. رحم الله والديك حصة. اذا تابعتوا البرنامج من بدايته الرقم اللي تسمعونه وانتم تحاولون اشطب عليه، حطه واشطب عليه، تاكد بحيث انك انت لما تتصل علينا او تتيح لك الفرصه تقول الرقم صحيح. انا السؤال الخامس اول سؤال، لان الصراحه لو انا منها ازعل. شو ما يزعلون منك. ما يزعلون، لا لا عارف، لا بالعكس، بس انت لاحظت ايش قلت لها؟ مو قلت صراحه جاوبها؟ اثنين سؤالين ما جاوبت، قلت لها هذا جو جاوبت على طول. اكل الزبيب على ضرب الحبيب اكل الزبيب ما في. ما في يعني ما في روح تعال. يلا وعندنا اتصال ثاني ونقول الو. الو فهد شلونك؟ حياك الله. شو اخبارك؟ مبارك عليك ما تبقى من الشهر، كل عام وانت بخير. عليك تبارك. فهد مستعد؟ ان شاء الله. يلا يلا يا بطل. يقول المثل هم على جونا احنا الشباب. هم على هم. شوفني فهد شوفني. هم على وين؟ الريال. شنو يهم الريال بالحياه؟ لا بطنه. يا سلام عليك. على بطنه. شو شلون عطي على مسرحيه كويتيه من كلمتين. إيه؟ سيف. مسرحيه مشهوره رحمه الله عليه. سيف العرب. سيف العرب. سلام عليك. اغنيه انا رديت لعيونك للفنان عبد الكريم عبد القادر. يا سلام عليك. عافية عليك. الف مبروك. وهذا هذا اللي مو مكثر تشريب اليوم، عليك بالف عافيه فهد. صح طبعا. فزت معانا كوبون من المستشفى الدولي. إيه؟ مطعم درب الزلق، كوبون من المتحده الطبيه، كوبون من اطياب المرشود بقيمه 50 دينار، وعليك بالعافيه. وعطنا اللينك يا فهد.
1517. ها شباب غلط، شكرا لك يا فهد وعلى اتصالك والف مبروك الجوائز حصلت عليها من البرنامج. محمد مساك الله بالخير ومبارك عليك ما تبقى من الشهر يا محمد. علينا وعليك تبارك ان شاء الله يا رب، طول لي عمرك. شو اخبارك حبيبي؟ طول لي عمرك. يلا يا بطل، الله يحفظك حبيب قلبي. يلا يا بطل، ثلاث اسئله ونتمنى تجاوب عليهم عشان تفوز معنا. يلا جاهز؟ ان شاء الله. يلا يلا جاهز. توكل على الله. عزك الله. حيوان طبعا هو إيه؟ من الزواحف. حاسه الشم مالته في لسانه. الحيه. يا سلام عليك تعبان، برافو عليك. السؤال حبيب. الثاني، برلين عاصمة سهلة. برلين؟ برلين عاصمة هتلر وربعه. اي المانيا. المانيا. عليك. السؤال الثالث، تقع حديقة سنترال بارك في مو لندن كلش، لا تروح صوب لندن، سنترال بارك. سنترال بارك. سنترال بارك. اي ايه؟ ايه؟ وين؟ هذا اللي فيها وايد ابراج، ناطحات سحاب، ناطحات سحاب. سنترال بارك اعتقد استراليا. لا لا ناطحات سحاب، ناطحات سحاب. ما ادري دولة عظمى. منطقة منطقة دولة مشهورة حيل، كلها ناطحات سحاب بالافلام يحطونها. هوليوود. هوليوود امريكا. يا سلام عليك. امريكا وين؟ شو اسم المنطقة؟ يلا نيويورك. نيويورك سعدنا. نيويورك سيتي. الف 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 مبروك عليك يا بطل. ونيويورك سيتي اعطتك كابون من المستشفى الدولي وايضا اولى للغسيل وابتسامة كلينك، وعندك كابون من ماي تاتش تعطيه حق من اهلك، صالون طبعا نسائي. عليك بألف عافية يا بطل، وعطنا اللينك. يلا اللينك. في خمسة. هو يبلش كم اللينك ولا هو أربع؟ هم أربع أرقام من ضمنهم خمسة. 25 925 أو 924 26. هذول 924، هذول ثلاثة أرقام. حط الخمسة احنا من بينهم. اي لحظة، هو يعني بداية يعني لازم احط الرقم الخمسة آخر شيء صح ولا أول شيء؟ ما ندري، ما قالوا لنا والله. بس أنا أقول 925. 925 يعني مع الخمسة يعني اوكي، معناته يبي 9000 في الاوائل طاير يعني 9000. لا هو الرقم لحظه هو اقل من الرقم، لان انا شويه الفكره مو حافظها او البرنامج كفكره ماني عارفه بالضبط. يعني يعني 1925 مثلا. 2000. اوكي اربع ارقام. اربع ارقام لازم. اربع ارقام اوكي. 1925. 1925 وهذا انقال وايد الرقم. قال وايد؟ والله قال وايد. شكرا لك على اتصالك والف مبروك الجوائز حصلت عليها من البرنامج. الرقم ترى قال وايد، كل اللي قاعد يقول عنه قاعد يقول 1925. ايش قصتك؟ زين اعطوني فرصه انا الحين. لا انت اخر شيء اذا ما راح عليك اللينك. اوكي وناخذ اتصال من هديل. هديل شلونك؟ حلو والله. شخبارك؟ مبارك عليك ما تبقى من الشهر، كل عام وانت بخير وتقبل الله طاعتك. حياتي علينا وعليك. ها هديل مستعده؟ ان شاء الله. يلا. الوحدة المستعملة لقياس القوة الكهربائية تسمى؟ معروفة. شو يسمونها؟ كهرباء بطاريات وكذي، احنا نقول هذه كم شو اسمه؟ كم فول؟ بالحرف الذ مو فاء ذ. الوحدة المستعملة لقياس القوة الكهربائية تسمى؟ الحرف الفاء فيها فوق ثلاث نقط. الوات. نو. بو. الوقت. فول. والله قاعد تساعدك هديل. يلا ادوس بنزين. قلنا لك حرف الف. فو. هلا. ها ايش قلت هديل؟ الوقت. الفول. اي 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 شنو؟ حطي لام تاء بسرعه. الفولت. يا الفولت صح عليك. شفت ريجنا. يلا بيت الطيور يسمى؟ القفص. بيت الطيور. ليش حكرت الجو؟ ليش ما خليتي طاير ومحر الطير؟ ليش حشرتي على طول؟ يسمى القفص. شنو قالت؟ العش. عش عفي عليك. نتيجة فحص النظر سليمة للإنسان النظر. يعني نتيجة فحص النظر. نتيجة فحص النظر إذا كانت سليمة شو يقولون؟ نظرة ست. ستة على ستة. يا سلام عليك. ألف مبروك. نشفت ريجنا يا بنت الحلال، والله العظيم نشفت ريجنا. أسئلة سهلة والله يا أخوان. معنا من كوبون المستشفى الدولي كازو أند مور، السور للغسيل والميدان تنظيف، وعليك بالعافية. وعطوها بعد شيء حق البنات صالون ولا شيء، خلنا نعطيها شيء. خلاص يلا روحي روحي حق العيد صالون ماي تاتش. روحي عند ميك اب ارتست. شنو تبي؟ يقطع صوتها الثياب المرشود.
أطيب. ما شنو تسمعون؟ انا اعطيتك هديه الحين قبل الاطياب مرشود، اعطيتك هديه صالون مايتك، صالون مايتك قوي شغلهم حق العيد، ميك اب ارتست سناء المالكي، عايش بالعافيه. اعطينا لينك. 1522 ها شباب 1522 غلط. شكرا لك وعلى اتصالك والف مبروك الجوائز اللي حصلت عليها من البرنامج. ها يلا ناخذ اتصال بعد، يلا ناخذ اتصال نقول الو. شمايل هلا والله، شلونك؟ الحمد لله تمام، بارك عليكم بالصحة. علينا وعليك. شمايل انا اخر مره سامع هالاسم هذا بالتسعينات، يمكن هذه كانت في مطربه اسمها شمايل. لا وي وايد ناس اسمهم شمايل والله. والله انا ما يعني، تعرفين شنو معنى شمايل؟ الورد. والله ما ادري، الوالده سميتني. الله يحفظها ان شاء الله، الله يحفظها. الوالده يمك قاعد تشوفونا ببرنامج؟ ايه ايه بالغرفه الثانيه قاعد تشوف. يلا سلمينا عليها يا بطله، ويلا ثلاث اسئله وخليك مستعده. يقول لك السؤال الأول، على ماذا أطلق طعام الفلاسفة؟ أكل الفلاسفة شنو يحبونه؟ فاكهة طبعاً، فاكهة. شلون نقول الحين؟ ها شلون قششها؟ ساعدوني. يلا، على ماذا أطلق طعام الفلاسفة اللي بيعونه ستاربكس؟ الموز. الموز عبي. سلام، أنت سويت دعاية، راح راح سوينا مصيبة اليوم. إنزين يلا يلا، حالتي البحر، حالتين حق البحر يطلق عليهم شنو؟ سهلة، ثنتين. يا يا البحر، البحر اذا راح ورجع شن قال عنه؟ مد وجزر. مد وجزر، عفية عليك. جزر جزر، ها تاكلين بالمطبخ. مد وجزر، مد وجزر. اوكي بصير لكم مدرس، قاعد لكم قاعده انا اليوم. يلا اقول زين، قولي ثلاث مرات بسرعه. مد وجزر، مد وجزر، مد وجزر بسرعه. مد جزر، مد جزر، مد جزر. لا عم تقول جزر. مد جزر. جزر جزر. يلا قولي قولي خعاخع. قولي خعاخع. ما قوليها الحين بسرعه، قولي خعاخع. خلاص يلا الوقت بيمشي، اسالها السؤال الاخير. خلنا نقول خعاخع. خلصت مو قادر تقولي. يلا اوكي، نادي غرناطه هو احد انديه الدوري. غرناطه سهله، وين؟ اسبانل. اي اي قولي. كله ثيران، كله ثيران عندهم. واثقه من نفسك. مصارعه ثيران وبرشلونه وثيران عندهم. وين؟ مصارعه نادي غرناطه. غرناطه من اسمه غرناطه. وين؟ غرناطة. مصارعة الثيران وين؟ وين مصارعة؟ قولي لي أي دولة؟ الكويت. لا نادي غرناطة. مصارعة الثيران بالكويت. غرناطة المنطقة. نادي غرناطة. مصارعة الثيران بالكويت. فرنسا. هلا. ألف مبروك بإسبانيا، روحي على سعادتك. يلا روحي عشان الوالدة. ألف مبروك بإسبانيا. ألف مبروك. الوالدة وين سعادتك؟ أقول لك مصارعة الثيران تقولي بالكويت. بس باني هذه يعني والله ان اللي عندك يساعدوني كله غلط. هوايه يساعدونك غلط. لا 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 يبونك تخسرين. هوايه مميزه عند الاسبان مصارعه الثيران، فكان السؤال نادي غرناطه هو احد انديه الدوري الاسباني. الف مبروك طبعا، خذيتي كابون من مستشفى الدولي وايضا كابون من اطياب المرشود بقيمه 50 دينار. الف مبروك عليك، جائزه حلوه. واولى بنزين طبعا، تاخذين لك تعبين بنزين هناك وتدوسين بنزين. وايضا لابوتي علاجات بقيمه 50 دينار، هذه عياده لابوتي انصحك فيها 200% لان عيادتي وحتى ثاني مضبطهم عندهم، شغل مرتب. ناخذ بريك. بريك؟ تعطينا اللينك. يلا اعطينا اللينك. صح. اعطينا اللينك. ليش سكرتي؟ تقدر تاخذونها مره ثانيه شباب؟ فاصل مشاهدين، نرجع معاكم وراح ناخذ اللينك من المتصلة ونرجع معاكم في فقرة زوم. حياكم الله مشاهدينا، رجعنا لكم في الفقرة الجميلة فقرة زوم. والفقرة جميلة وبسيطة، مجرد ان الكاميرا تزوم على احد من يعني الجوائز الموجودة عندنا هنا ونسألك عليها سؤال بسيط وان شاء الله تجاوب وتفوز وعندك حصة. اسئلتنا حيل سهلة. يس. وناخذ اتصال ونقول الو. منو؟ خلود. الو خلود، شلونك؟ بخير الله. شو اخبارك؟ مبارك عليك ما تبقى من الشهر، وكل عام وانت بخير. علينا وعليك تبارك. شروق جاهزة؟ ايه. وفقرتك تزوم. اوكي؟ اوكي. خلود لا تنامي، خليش نشيل شوي. يلا خلينا نشوف الكاميرا وين تروح وبعدين نسألك سؤال. يلا، الكاميرا راحت على اوبا. الله 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 الله، عاد داخلها شيء وايد حلو. انا بسألها سؤال.
خلود انت قاعد تتابعين البرنامج؟ اي في كل حلقه اول ما نطري السبونسر هذا اللي هو مجموعه الفارسي انا اقول حق حصه شيء. انت تقول شيء ولا انا اقول؟ انا اقول لها شيء. اي وانا بعد اقول شنو اقول لها؟ لما نقول مطابخ الفارسي شنو نقول؟ يا باختصر لك اياها، من مسوي مطبخها انا ولا حصه عندهم؟ حصه مطبخ حصه مطبخي. الف مبروك اجابه صحيحه. حصه مسوي مطبخها طبعا. انت معانا بجائزه الفارسي موبايل سامسونج طلع لك. سبيل من مجموعه الفارسي، ايش تبين اكثر من كذي؟ اقوى شيء موبايل سامسونج وتصويره نار وشرار، اوكي حتى بالظلمه يصور. يا سلام. اوكي نعطيها شيء ثاني بعد. شنو نعطيها؟ نعطيها كوبون من المستشفى الدولي وصالون صالون وصالون بيوتي سنتر. يا سلام. ونعطيك سابلة. عطورات بعد. انت كريمه احنا نستاهل. باقي التليفون عطورات. يلا نعطيها عطورات بوتيك اطياب المرشود بقيمه 50 دينار وعليك بالعافيه. يلا تستاهلين مشكوره وعطينا اللينك لا تروحين. يلا يعطيكم العافيه. اربع ارقام اعطينا. اربع ارقام. 1155. شنو قالوا هذا الرقم بعد؟ غلط. شكرا لك وعلى اتصالك والف مبروك الجوائز اللي حصلت عليها. انا بقول هذا الرقم كنا مكرر على 1255. انا بقول 1155 مكرر يعني. خلاص اعطوني فرصه. فرصة واحدة. حلوة انت تقول لي وهذا كله سردية. ايه واذا فزت راح اعطيك نص. نص بالنص؟ نص بالنص. اقول بعلمك انا اقول ها. ايه شنو قلت؟ لا ليش ما راح تعطونا؟ ليش ما تعطونا؟ احنا لا خلاص نعطيك ربع منهم. انت اللي كاتب المبلغ ما يصير. بعدين افتح لنا الشاشة الجميلة هذه اللي طفت. ايه خلنا نستمتع نشوف ويوهنا الحلوة. حبيب قلبي يلا ناخذ اتصال ثاني ونقول الو. لازم طبعا مشاهدينا بفقرة زوم حياكم الله. وارقام الهواتف يرجع يذكرهم ويحط لكم اياهم طبعا مخرجنا موضي. موضي موضي معنا مخرجنا يحط لنا ارقام التليفونات والتواصل معنا. موضي شلونك؟ موضي شخبار؟ مبارك عليك شهر وكل عام وانت بخير وتقبل الله طاعتك وعوده عليك انت واحبابك بالصحه والعافيه. يلا موضي ذاهبه حق فقره زوم؟ اي حبيبتي ذاهبه. يلا خلينا نشوف كاميرتك وين تروح. يلا يا بطله. يلا يا بطل بس فر لي هذا التلفزيون خلنا نشوف عشان الجائزة وين تروح. سمير فر لي روائع الشيخة. الله الله الله, الله, الله من الله الهدايا المميزة روائع الشيخة للمجوهرات وعليها سؤال سيلياس. أكثر دولة لديها مخزون ذهب بالعالم. يا سلام ها سهل. ترامب وربع منه وين؟ ما اسمه؟ ترامب وربع. أقول لك أكثر دولة لديها مخزون ذهب بالعالم. وين؟ الهند؟ لا 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 ترامب 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 أمريكا. إيه؟ الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية والإجابة صحيحة وألف مبروك. طبعاً معانا بهالجائزة المقدمة من روائع الشيخة للمجوهرات. طبعاً داخلة مجوهرات عليك بألف عافية. وفزتي معانا بكوبون من المستشفى الدولي. يا سلام. ومطعم السبعينات. طلبوا مطعم السبعينات بالليل. وجربي سابلي الزلابية والمعجنات. الله مطعم السبعينات طبعاً عندهم مطبق زبيدي على مسؤوليتي أو هذه كبسة برية. أعزمكم عليها. ايه عزمنا عليها ونيتي. تشرف عليك بالعافيه واعطيني اللينك لا تروحين. 2500 ها شباب 2500. غلط. شكرا لك وعلى اتصالك والف مبروك الجوائز اللي حصلت عليها من البرنامج. طبعا مشاهدينا ما زلنا بهذا العطاء الدوامه مالتنا شغاله للحين قاعد نعطي جوائز ولا زلنا في فقره زوم. واعطونا اتصال ونقول الو. من معاي؟ حمود. حمود شلونك؟ السلام عليكم. هلا هلا السلام. يا هلا مرحبا حمود شلونك شخبارك؟ طال الله يطوحي حبيبي. هلا بالغالي مبارك عليك الشهر. علينا وعليك تبارك محمود. يا هلا. ان شاء الله نفوز. قاعد تشوفني؟ لا والله بالغرفه. يعني ما مو مشغل التلفزيون؟ لا والله بس خاله التلفزيون بس انا بالغرفه. لا كنت ابيك تشوف عشان ابيك تشوف ويانا وين الكاميرا تروح عشان اشوف الكاميرا. يلا نشوف. يلا يلا انت روح تمشى لهناك وانا بسالك الحين. الحين طبعا ايوه الحين طبعا عندنا الاستديو مليان كله جوائز والكاميرا الحين بتزوم على احد هذه الجوائز بسألك عليها سؤال. خليك مستعد وعطوني يا شباب الزوم. يلا يلا زوم 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 زوم. عود بوتيك. عود بوتيك للعطور من أروع وأجود أنواع العود وعليها سؤال يا حمود. وخليك معانا مع العود. الله اسمك راكب حمود عود. يلا السؤال هو
ما هي أكبر الدول المنتجة للعطور؟ ثلاث دول منتجة للعطور معروفين. فرنسا. يا سلام عليك صح. والثانية يمها. بعد واحدة. يمها كنا نروح لها بقطار حتى. يمها على طول. فرنسا وأن. هتلر وربعة يلا روح. ألمانيا. يا سلام ألمانيا عليك. عفية والثالثة. بس ثنتين قال. الثالثة بعد يلا قولها. روح ترامب. 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 ترامب أمريكا أمريكا. يا سلام أمريكا. عليك ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حمود تستاهل ألف ألف مبروك طبعاً الجائزة أخذتها أنت عود بوتيك للعطور اللي صورناها قبل شوي وأيضاً في جوائز إضافية بتعطيك إياها حصة لغامي كوبون كوبون من المستشفى الدولي السور للغسيل لومير لعلاجات الشعر وعليك بالعافية وعطني اللينك تستاهل 1311 غلط شكراً لك وعلى اتصالك وألف مبروك الجوائز حصلت عليها ببرنامج أنا سمعتك قال 1700 1311 خلينا نقول 1315 إيش معنى أنت وصح قلنا خمسة يا إخوان قاعد يتصلون علينا الرقم اللي ساعدونا فيه جروب شو اسمه اللي داخل جروب إدارة عز مع 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 اليم هذا المستشار المستشار البروفيسور عطونا رقم خمسة يعني أربع أرقام في المئة وخمسة يعني خلكم شوية أنتوا على قولة هذا الأمريكان فلكسبل أنا ما هذا يعني لا تنسوا رقم خمسة حطوا مثلا أحد عشرات مئات كلكم بس سهل سهل الموضوع ما يبي له شيء بس ما أتوقع 5000 ودك 5000 ليش مو تطلع 5000 ما قاعد أقول محمد عز ليش ما تطلع 5000 هو 4000 وفي خمسة ممكن عادي صح كلامك محمد كل شيء جايز بس محمد أنت كريم لهالدرجة اه انا اقول لا محمد خل نخربها محمد اليوم تكفى دام 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 ابو حمد مو موجود احمد الفضلي تكفى محمد يعني عطنا رقمين اليوم خل الناس تفوز ابو حمد مو موجود تكفى. ها تابعنا على الهواء يا ساتر ما خاب يفصلنا باشر عود ومن معنا عندنا اتصال يلا عندنا اتصال فاطمه فاطمه شلونك الو السلام وعليكم السلام شو اخبارك فاطمه عليكم سهل علينا وعليك تبارك وكل عام وانت بخير وتقبل الله طاعتك بخير حبيبتي فاطمه جاهزه حق فقره زوم ايه يلا خلينا نشوف الكاميرا وين تروح يلا الله الله عطورات ميلر 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 بارفيوم اوكي سهله بس ركزي معي شويه سؤال انا بقول لها السؤال احس يلا انا اقول السؤال السؤال هو لازم تقولين الكلام اللي انا بقوله اوكي شنو بدي اقول لها؟ اوكي ما انصحك سؤالي انا سؤالي ولا سؤالك؟ لحظة لحظة خلها هي تختار لحظة يلا سؤالي ولا سؤالك؟ انا بسهل عليك طليحي تبين ولا حصة؟ عبد الله يلا عبد الله اوكي يلا قولي معاي سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا قولها بسرعة لحظة يلا عاد قولي سدينا شط السيد والسيد ما شط شطنا شنو؟ شط شطنا صار شطه خلاص راحت عليك قولي بسرعه سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا بسرعه قوليها سدينا بسرعه سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا السيد والسيد ما سد شطنا شط شطنا راحت عليك خلاص لا 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 مو راحت عليك لا 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 ليش ما اختارتني لا والله لا والله تفوز اليوم تفوز الفوز يلا فايزة فاطمة هذا سؤال من عندي بنتي معانا في كوبون من المستشفى الدولي ودير مقلو وسابلي وتدربي عليها كم مرة بالبيت يلا يا نهلا راح نقولها ودقي علينا مرة ثانية وعطينا اللينك يلا عطينا اللينك 500 لا بلشي ب 1000 1000 1000 1575 1575 ها شباب 1500 غلط شكرا لك على اتصالك ألف مبروك لا تأخرون علينا بعدين احنا يحوشنا هذا الجوائز اللي فزتي عليها فزتي فيها ألف مبروك تستاهلين السؤال تقول بيطلع وهقتها لأن هو مسوي فيني قبل البرنامج لعبني هاللعبة و ما ضبطها قام يضحك علي قام تحوره بالحجي يلا مشاهدي مستمر معاكم بعد فاصل راح نرجع نكمل معاكم في برنامجنا عطنا لينك خلكم معنا ها
مستمرين مستمرين مشاهدينا بالعطاء وكل التقدير والحب لكم متابعينا وكل الجوائز لكم في برنامج عطنا اللينك. الحين فقرتنا فقرة اقنعني. شلون راح تقنعني ان اليوم تاخذ مني هالعدسات الجميله من اماره مقدمه؟ وهذه طبعا العدسات مميزه وحصل لغاني تستخدمهم صح الصح. انا لابسه اليوم منهم. زين عدسات اماره يسوون صح؟ يسوون ومريحين وينونون والوانهم خياليه. الناس الحين ايش على بال لهم فقره تقنعني؟ على بالهم سؤال. انا ما راح اسالك سؤال حبيبي الحين. لا انا بدك تقنعني ليش تبي تاخذ العدسات. طبعا اكثر شيء انا قاعد اتكلم عن البنات اللي راح يشاركون معنا في هذه الفقره، وطبعا الشباب لو شاركوا معنا الساعه المباركه راح يقول انا اهديها واهديها واهديها وغيره من الامور. يلا حياكم الله وناخذ الاتصال الاول. واليوم انا ميبس راسي انا معنا ليلى. ليلى حياك الله يا ليلى، عشان تقنعنا تعرف تقنعنا بالعدسات البنات. وانت بخير يا ليلى، ايش اخبارك؟ الحمد لله تمام. مبروك عليكم الشهر. علينا وعليك تبارك. ليلى مستعده حق انك تقنعينا انك تفوز؟ ليش تبين تفوزين بعدسات اماره؟ ان شاء الله بلبس نظارات عشان بس اي خلاص. انت النظر؟ نعم. ما اتوقع انهم نظر. لا هم عدسات يعني عدسات زينه. اي عدسات يعني زينه. هذه حصه راح تفتح لك اياها الحين أوكي. الكلام مو كذي يا استاذه، الكلام يا ليلى شوفيها عدسات المشاهير شلون راح تقنعينا تاخذينها الالوان اللي نازله جديده. اوكي إياها. انا بحب اغير الوان عيوني لونهم اسود. ليش لونهم اسود؟ ما بدك يعني كل ما بدك يكون لون عينك اسود. قنعينا ليش تبين تفوزين فيهم؟ اربع عدسات. كل يوم البس لون، البس عليهم العيون نفس اللون. يا نفس سلام. العدسات. يعني لبستي احمر تلبسين عدسات حمراء. ها؟ نعم. عادي. اقنعتك او لا؟ والله انا ما اخاف منكم كذي. لا لا يعني. انا ما اقتنعت. اقنعينا شوي ها. زيادة ها. بعد. دعك نفسك شوي. نبي اقناع. يعني انت ما شاء الله عليك شكلك متحدثه وتعرفين شلون ترتبين الكلام وتسوقين حق شيء. انا اقدر. يلا اكثر وعيون لون احلى. هلا بيكون اناقه اكثر والعيون بتكون احلى. زين كل اللي قلتيه قولي ورا بعض. اناقه، جمال، البسهم على لون ملابسي حسب الملابس اللي بلبسها. ايه اوكي. وعدسات اماره حيل مريح. انا لحظه انا ماني مقتنع. تبي تفوزين انت؟ لا انا يعني انا ابي بعد تقول عن عدسات عزيزتي. اماره انها هي انا كل يوم اقول بعنابي اماره. ايه اقوى عدسه. شوفي خليني اقول لك شغله. عفوا بس هو هذا الحين عدسات اماره في بالسوق يعني وايد عدسات يعني يعني منافسه. ايش معنى عدسات اماره؟ ايش معنى عدسه اماره؟ لانها ماركه كويسه. ايه حلو. وحيل صح. بعد وحيل كويسه ما تعمل إيه؟ حساسيه بس هذا هو عليك. هذا هو الف مبروك اقتنعت فعلا الحمد لله. لان في عدسات حسب علمي من اهل اللي يتكلمون اسمعهم يقولون في وخاصه الحصه وايد تسولف في هالموضوع في عدسات تجيب الحساسيه حق العيون وتعور العيون صح. لما في عدسات طبيه مريحه وتكون صحيه وما تضر وترطب العين وما تنشفها ومريحة تلبسينها أكثر من 12 ساعة ما تحسين بأي تعب. تستاهلين يا بطل العدسات ونعطيها أيضا جوائز لك أيضا كابون. أنت أختي عندك أخو ولا عنده سيارة أو عندك سيارة تسوقين أنت؟ عندي ابني. ممتاز الله يحفظ لك. قولي لي روح شركة اسمها سانجارد مكانهم في الري شارع المكاتب يسوي أوكي. هناك عندهم تضليل حراري عليه بألف عافية مني له. يلا وبعد عطنا شيء صالون. صالون عندك صالون نعطيك ماي تاتش. نعطيك بخور بخور؟ اه ما في بخور. ممكن؟ نعطيها من نعمل العطور. ممكن. نعطيك كوبون من نعمل العود والطيب وعليك بالعافيه. اوكي حبيبي شكرا. حبيبتي حياك الله. تستاهلين والف مبروك. واعطينا اللينك. طيب اللينك من كم رقم؟ 4. يمكن تفوزين فيه. في اي رقمين؟ في 5. 5 اول اخر؟ والله ما ادري والله ما اعرف بس 5. يس إيه؟ 4 ارقام وفيهم 5. 50 كم؟ اوكي 50 غلط. شكرا لك والف مبروك الجوائز اللي حصلت عليها من البرنامج. تستاهلين يا بطله تستاهل. وش رايك نلعب لعبتك اللي انت تحبها الفار؟ فار اي مو يلا. انت تحب الفار يلا كان زين فار يلا اعطونا فار يا جماعه من هني فار محمد ولا روح هناك يلا دوس بنزين يلا اعطونا الفار اعطونا اول مره.
هلا 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 مستمرين مستمرين معاكم مشاهدينا بالفار. الفقرة الجميلة هذه فقرة الفار بسيطة وحلوة وضحتها حصة في بداية البرنامج. أبسط شيء قلنا لكم لاعب كرة قدم يشوت كرة ويقطع ما يكمل طبعا المخرج. احنا نسالكم جول ولا مو جول؟ اي اذا جاوبت عليها كذي ولا كذي راح نحط الفيديو كامل ونشوف اذا كانت صح او غلط. اعطونا المتصل الاول مع الفار في السؤال الاول. بدران مساك الله بالخير. هلا حياك الله. شو اخبارك؟ مبارك عليك شهر. علينا وعليك طال عمرك. حبيب قلبك الله يسلمك. بدران قاعد تشوفنا بالتلفزيون صح؟ اي نعم. ماشي يا بطل. يلا خلينا نشوف الفقره مالت الفار. فقره جميله. بنحط لك الحين مقطع وقول لي ايه او لا. خلينا نشوف المقطع مع بعض شباب. يلا ها شوف كرة قدم. يلا سكن شوت وشاتها. شفت الشوته من وين؟ من بعيد. الحين السؤال جول ولا مو جول؟ لا جول ان شاء الله. جول متاكد؟ نعم نعم. اعطوني البار شباب خلينا نشوف. متاكد كذي. وإدرا وجوهر يضرب براسه والمرمى فوق. لا 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 لا. الله اكبر الله اكبر. والاجابه صحيحه. طقت للعارضه ودشت جول وتستاهل. اجابتك صحيحه من ورا الجول في براحه الكره. لا اوكي عليك بالعافيه. الاجابه صحيحه يا بطل. كل اللي يدقون علينا بفقره فار يعرفون. كرويين تستاهل تستاهل. اخذ الجوائز الحلوه. يلا هذا الجول اعطاك كابون من المستشفى الدولي. وروح هذا كابون ثاني من اطياب المرشود بقيمه 50 دينار ومطعم السبعينات. ابيك تدوس بانزي تاكل عندهم هناك. حتى شبزي موجود عندهم. وسابليه من اروع الفطائر اللي تاكلها مع الحلويات. عليك بالعافيه. الله الله يجزاكم خير. عطني اللينك عطني اللينك قبل لا تروح. ها؟ عطنا اللينك. زين شو انا اقول لكم؟ نعم؟ اربع ارقام. عطني اربع ارقام عشوائيه. روح. اربع يلا قول. واحد اثنين ثلاث اربعة. واحد اثنين ثلاث اربعة. شو قال واحد اثنين ثلاث اربعة وضحك. ها شباب صح ولا غلط؟ قال 1 2 3 4 يعني 1200. غلط. شكرا لك على اتصالك والف مبروك الجوائز حصلت عليها من البرنامج. فاصل ومكملين معاكم شباب. هذه الفقرة أنا أحبها. يلا فقرة ثبتها مشاهدينا. طبعا أنا والله موت من الضحك. شلون قال؟ قلت له 4 2 3 4. ها جاي يضحك. شلون والله كنا يقول مالك الكم. يلا لا تسلق الرغم. والله يا جماعة ترى فقرة اللينك من أهم الفقرات. يعني عطني اللينك ترى أكبر جائزة عندنا في عطني اللينك. الرقم المبلغ تاخذه على طول مجرد تدزول لك لينك القناة وتاخذ مبلغ كاش. فكر بالرقم. 1 2 3 4 5. اي والله لا باقي ما يبطل 5. 1 2 3 4. خلص بسرعه بسرعه ويضحك اخر شيء. يلا عندي محمد. ومعنا محمد. محمد شلونك؟ خير طول لي عمرك. شو اخبارك؟ مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. كل عام وانت بخير. جاهز؟ انت بخير صحة السلامة. جاهز طال عمرك. نبدي ولا نبلش؟ لا نبلش نبلش. يلا وفقرة ثبتها. بعطيك اربع اشياء من ضمنها شيء واحد مختلف. لقمة القاضي، كبسة، زلابية، صب القفشة. شنو اللي غير عنهم؟ صب القفشة. لا لقمة القاضي. القاضي كبسة زلابية. أيوة. صب القفشة. تأكد كلهم حلويات. ايش فيك؟ شنو اللي غير عنهم؟ لقمة القاضي. لا لقمة القاضي هذه حلويات وزلابية حلويات. لقمة القاضي اللي هي القيمات وصب القفشة حلويات. في شيء شاذ عنهم. تأكد. ممكن تعيدين؟ لقمة القاضي، كبسة، زلابية، صب القفشة. كبسة كبسة يا محمد. كبسة. محمد ايش فيك؟ انت شكلك اليوم مو طاق الكبسه اليوم على الفطور. لا وين مو طاق كبسه اليوم. ايش ماكل على التشريب؟ لا مطبق البيت اليوم. مطبق البيت. يعطيك بالعافيه. عليك بالعافيه. يلا يلا. والكبسه اعطتك كابون جميل من المستشفى الدولي وايضا كابون من اطياب مرشود بقيمه 50 دينار. عليك بالف عافيه. وساب لي للحلويات وايضا باريس مود بيوتي سنتر جلسات طبيعيه خلطات حق احد من اهلك. عليك بالف عافيه يا بطل. وعطنا اللينك. يلا اربع ارقام يا بطل. عطني اربع ارقام. بينهم خمسه. اي ها بينهم خمسه. اي فيهم خمسه. 2 5 8 0. 2 5 8 0. ها شباب غلط. شكرا لك وعلى اتصالك والف مبروك الجوائز اللي حصلت عليها من البرنامج. معنا اتصال ثاني. يلا قول الو. معنا والله ثبتها سهله بس الناس شويه تتلخبط. اي اي شوي. ومعنا بدر. بدر شلونك؟ بدران. ألو.
شو اخبارك بدر؟ الو بدر تسمعني؟ بدور بدور بدور, بدور شلونك؟ هلا فيك شو اخبارك؟ مبارك عليك ما تبقى من الشهر وكل عام وانت بخير. شو اخباركم؟ بخير عساك بخير. هذا نور تواصلكم ويانا. ما تقصر. يلا بدور. عبد الله. هلا بالغالي الله يحفظك يا بدور شلونك؟ الله يحفظك يلا صحصحي معانا ها؟ يلا بدور. ان شاء الله. بعطيك اربع اشياء من ضمنها شيء واحد مختلف. البصر، السمع، القدم، التذوق. سهلة. القدم. القدم عافية عليك. يا الله عليك. ألف مبروك. ألف مبروك تستاهلين إجابتك صحيحة. طبعا فزتي معنا بكوبون من المستشفى الدولي وأولى غسيل ومظلة من يو آر أوف رود. يا سلام. وباريس مود بغيت السلة من يو آر أوف رود. شنو تبين؟ السلة من تبين؟ اي عاد شغلهم حق الكشتات والرحلات 100% بس هم معطينك مظلة ترى حلوة حق الكشتة أنا مجرب كل شغلهم ترى. حلو. مظلة تركب على الجيب من الجنب تخلينها على سيارتك أي سيارة عند الجيب. يركبولك المظلة بالطول ثابتة صيف شتاء تستخدمينها عادي تسافرين فيها أمورك كلها طيبة وثابتة. حلو. وباريس مود بيوتي سنتر جلسات وخلطات طبيعية حق الشعر وروح حق العيد ضبطي روحك في باريس مود وعيش بالعافية. يلا وعط لوسي بنزين وعطينا اللينك من أربع أرقام خلنا نفوز بالكاش. 1654 غلط. شكرا لك وعلى اتصالك وألف مبروك الجوائز حصلت عليها بالبرنامج. اتصال عندك. اتصال عندي ونقول ألو من معانا. حياك الله يا دلال شلونك؟ تمام الحمد لله. مبارك على الشهر يا دلال. علينا وعليك. دلال ايش كثر صار لك تتابعين برنامجنا؟ هلا؟ ايش كثر صار لك تتابعين برنامجنا؟ من اول ما بدا. ما شاء الله من بدايه رمضان. اي من بدايه. ايش كثر حاولت تتصلين على ما وصل يعني قدرتين تكلمينا؟ صار يمكن ثلاث ايام. ما شاء الله ما زعلتي ثلاث ايام؟ في ناس تزعل لا قاعد ادق عليكم ما تردون ما يزعل شيء يحب يعني احنا نعطي فرصه للجميع. لا ما يزعل هو على الحظ. ايوه الحمد لله وانت محظوظه ان شاء الله وتفوزين معنا باذن الله تعالى. يلا خليك مستعده بعطيك الحين يا بنياتنا اربع كلمات في بينهم كلمه مختلفه عن المجموعه. مستعده؟ يلا ركزي معي. كناري، الروز، النسر، العندليب. شو المختلف عن المجموعه؟ النسر. شلون؟ الرز. لا هي اول شيء قلتيها النسر. يا سلام عليك. عليك كلهم النسر. صح النسر. الف مبروك لان كل المجموعه اللي ذكرتها انا الف مبروك كل المجموعه اللي انا ذكرتها كلها طيور مغرده الا النسر. النسر ما يعرف الا ياكل عدل وما عدل. عندليب كلهم يقردون الا النسر. عاد مجوج انت ما تحطيش نسر بالبيت وكذي؟ انا ما تحبين تحطي كاسكو. لا والله حابين بالبومه الحين. عندي كاسكو. بنات عندك كاسكو؟ عندي كاسكو. والله انا صراحه بخاطري يعني نسر بس يكون مرتب. نسر؟ اي لا يما ليش شو المشكله يعني النسر هذا الحلو اللي انا بخاطري ابو حقب. كشخه ابو حقب كله قمل هذا. يلا طبعا جوازك معانا اللي فزتي معانا فيهم طبعا كابون المستشفى الدولي وايضا سابلي تستاهلين والسور البنزين وايضا عياده الميدان تبيض اسنان. ما في عطر؟ عطور اعطيها عطور تستاهل. يلا نعطيك عطور من منو؟ نعطيها ميلر. نعطيك عطورات مقدمه من ميلر تستاهل. عطوراتهم وايد حلوه هذه من اللي تستاهلين وعليك بالف عافيه بنيتنا. وعطيني اللينك قبل تروحين. يلا اعطينا اللينك. اربع ارقام. وين راحت؟ خذ الجواز وراحت خلاص ما تبي. الو زين انا بدلها. 1154 1154 غلط. شكرا لك والف مبروك الجوائز حصلت عليها. من انا جربوني انا. ليش في ضحكت شو قلتي بوم شنو؟ يلا احنا متى؟ يلا عندنا اتصال ونقول الو. صدق عندك كاسكو؟ اي عندي كاسكو. شنو هذا الكوكاتو الابيض؟ الابيض والرمادي. كان عندنا واحد توفى مسكين. اي الابيض لا هو يعيش ترى ما لا مات هذا انقهر شنو بعناه على واحد من الربع و... اي والله. اي معنا اسراء. اسراء شلونك؟ على طول عطنا اللينك ما في سؤال. اخبارك؟ لا بنعطيها ثبتها عشان تفوز بجوائز. يلا زاهبه. يلا اسرع. الوقت، التاريخ، مشبك، الساعه. شو الغير على المجموعه؟ مشبك. عافيه عليك وفزتي معانا. مبروك. السلام عليك. المستشفى الدولي كوبون وكوبون من ديرماجلو واولى بنزين ولابوتي علاجات بقيمه 50 دينار وعليك بالعافيه. وعطيني اللينك.
شنو أول رقم؟ ما ندري بس هو أربع أرقام وفي خمسة وفي خمسة. 1125. هذا قالوا قالوا الرقم. أعطي رقم ثاني. أعطيني رقم ثاني بسرعة. 1150. غلط. أنا بجرب. شكرا لك على اتصالك وألف مبروك الجوائز حصلت عليها من البرنامج. أنا راح أزعل. أنا خد قول. محاولتين. واحدة. يلا. محاولتين. أنا محاولة واحدة. يلا روح. أنا 1555. 1005. 1005. 1005. 1005. 1005. صح. 1005. لا لا تكفى. 1005. لحظة 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 لحظة. النص بالنص. لا مو النص بالنص. بالنص. لا يا جماعة لا مو النص بالنص. لحظة 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 لحظة. والله يا جماعة. لحظة. صار سكوت. حقي. محمد عز. حقي يا جماعة. لحظة لحظة لحظة. لا. والله العظيم ورب الكعبة لا. لا لا. تكفى تكفى. لا لا لا. تكفى صدقني. على واحد شنو مو على ثلاثة ما تشاركوني. تعبانة فيها. أوف. 1005. 1005. ألف مبروك حصل الأغاني 1005 دولار أمريكي تتحول لينك إيه حقي توصل توصل حق حصة مبلغها برصيدها تحصل لا نص بالنص تبينا كاش لا 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 نص بالنص لا 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 أنا مسح صدقت ولا ما صدقت شو خونت ما قلت لها بداية برنامج نطق معي الرقم راح أعطيك النص بالنص تقول لي أوكي أنت راح تخون قلت ها لا والله ما خون ما في إثبات ما في إثبات يعني ما راح تعطوني النص ما عاد فيكم ياخذ منه الف مبروك يا حصه من عرق جبيني من عرق اي تقول انا تعبت تعبي تقول لي ذاك اليوم الف مبروك يا حصه وهذا الرقم كاهو 1005 هذا الرقم قاعد تشوفونه قدامكم تستاهلين حصه وكذي طبعا وصلنا لختام حلقتنا اليوم في عطل اللينك شكرا جزيلا مبروك حصه مبروك كل الفائزين اللي مشاركين معنا اليوم في البرنامج ونشوفكم على خير باذن الله غدا في عطل وناسه والله فزت باللينك انا ها احساس حلو الصراحه فوزي يرفع ايديك هي